ده خلي بالك يعني بيبين معدن وجدعنه لعيبه النادي الاهلي في وقت الصعب، مش وقت العمليه هاديه. النهارده لما تيجي تشوف النادي الاهلي لاعب 25 مباراه في الدوري، النهارده يكون فايز في 22 مباراه، خسر مجرد انه خسر مباراه واحده، طلع كان الايام قامت. النادي الاهلي خسر كل البطولات وبقت المشكله في المكتب، ما بقتش في الملعب وبقت أيوة ما اعرفش مين. ده يبين لك ان البطل لما بيكسب وبيشتغل كويس الناس زهقت من النادي الاهلي، شايف النادي الاهلي بطل على طول. يعني بقول لحضرتك 22 مباراه مكسب، خساره مباراه وحيده، ولو رجعنا لسيناريو المباراه هتلاقي حكم للاسف، وانا قلت على الحكم ده عليه علامات استفهام كتير، بيبك الحكم الكرواتي. واحنا دلوقتي شفنا دلوقتي في السعوديه منعوه طبعا يكون متواجد في الدوري السعودي، وحذرنا من الحكم ده. للاسف حكم يعني حاجه سيئه جدا يا اسامه. حتى من غير حكام خلينا نتكلم، يعني انا دايما ما بحبش اجيب سيره حكام، لكن ده بيبقى ساعات واقع انك، لكن سيبك من الحكام، انت بتتكلم كمان ان اللي تحتيك فرق 20 نقطه. يعني انت عارف لو الانتقاد يعني كابتن هاني يا استاذ سام، انت عارف لو كان مجرد مباراه الاهلي والزمالك كان انتقاد مثلا فايلر اخطا، لعيب مش موفق، تغييره غلط، لعيبه ما نفذتش، كان هيبقى في اطار المقبول او عادي، احنا كلنا كلاوية زعلنا من المباراه. لكن بدا الاعلام او بعض الاعلاميين ياخدوك في سكه ثانيه خالص. الهدف منها لا، ده انا عايز اقعد اوقع في النادي الاهلي. هو نفس الحكم الكرواتي ده اللي الاهلي خسر معاه تقريبا مرتين بيراميدز من 2019 مباراه الاهلي وبيراميدز اللي كانت في ملعب الاستاد. هم دول بس اللي الاهلي خسرهم، عشان برضو نقول للناس او يعني نلفت نظرهم تاني، وده اللي بيثبت انه في تواطؤ وفي حالات، يعني احنا في ظلم بين وقع فعلا على النادي الاهلي بسبب هذا الحكم. طبعا ما هي دي الماتشين 2019 في الدوري اللي كان يعني الاعظم في تاريخ النادي الاهلي، والسنه دي هو نفس الحكم الكرواتي. هي موضوع تعادل ماتشين، تحفظ شويه على موضوع التحكيم، لان يعني النادي الاهلي كمان اكبر ان احنا نتكلم على الكلام ده يا جماعه، صدقوني اكبر ان احنا نتكلم، اصله في الحكم ده ظلم وما ظلموش احنا، بس في ظلم يا كابتن يعني هاني وقع. انا دايما ممكن يكون في ظلم واقع، مش ظلم وخطا بس كمان. خلي بالك لكن احنا ما بنعلقش شماعتنا على التحكيم، ما ده اللي بتكلم يعني عليه حتى أصلاً. هنا هتلاقي في قناه الاهلي انا بتكلم على كده، ما بتعلقش دايما على التحكيم، بس انت بتسرد حاله. النهارده لما تيجي تحذر قبل مباراه الاهلي والزمالك خاصه، انت النهارده بتدفع فلوس كتير، الفلوس اللي انت دفعتها في الحكم ده ممكن تجيب حكم درجه اولى من المانيا او من ايطاليا او من اسبانيا، من الدوريات الكبرى في اوروبا. ليه الحكم ده بالذات؟ فالنهارده انت بتحط علامات استفهام علشان يعني الدنيا تبقى واضحه. النهارده لما تلاقي الدنيا قامت بعد هدف مباراه دجله، كل المحللين قالوا هدف غير صحيح، ويرجعوا للاتحاد الدولي، والاتحاد الدولي يقول لهم بنفسه الهدف غير صحيح فعلا، وكان جهاد جريشه موفق في قراره. فالنهارده لا، يعني بياخدوك لحتت، يعني عايزين يخرجوك بره تركيزك ويخرجوك بره الاطار بتاعك ويجروك لحته مش بتاعتك. كل ده يعني اعتقد جماهير النادي الاهلي فاهماه، واحنا فاهمينه بشكل كويس، لكن احنا بنكرره تاني علشان الناس كمان تفهم طبعا ان احنا الحاجات دي بتحصل عشان يخرجك عن اطارك وعن تركيزك.